عندي اخواتي حتى هما مرضيين، كلنا مرضيات الحمد لله، يعني ما جعلنا حتى مسخط في الدار. فهذه حاجه زوينه والحمد لله، كلنا كنبغيو الوالده والوليد وكلنا مرضيين وكنبغيو لهم غير الخير وكنبغيهم دائما بجنبنا ونبغيو دعواتهم تنحتاجوهم. ماما كتشكل لي المراه القويه، المراه الحديديه، كناخذ منها بزاف، كتعطيني النصائح، واقفه معايا اي حاجه بغيت نديرها حتى كنشاورها، اغنيه بغيت ننزلها كنسمع عليها، دونك كلشي حتى كتعطيني الراي، عاده باش كينزل الراي والشوار. الله يحفظها ليا ويحفظ جميع الامهات. غزال كتهضر بالمغربيه وكتهضر بالخليجيه وبلونجلي ومخلطه ديك السيده، باش ما هضرتي معاها تجاوبك. لا حاضره حاضره نهضره، باقا ساعه تنسول ماما تتقول لي يا ماما ولدي الثاني عندنا ولد كنهضر معاك بزاف، هي اللي كتقول لي انت الولد. وحق الله العظيم كتقول لي ولدي، قالت لي ولدي غزال ولدتها، دابا تقول لي ولدي الثاني راه غنغلو. والله الا احسن والله العظيم تشوف الاوضاع مستقره ماشي مستقره، حاله الطقس عاد باش نزيد الثاني.